الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فهذا تسجيل لمتن تحفة الأطفال والغلمان للإمام سليمان بن الجمزري رحمه الله تعالى. يقول راجي رحمة الغفوري: دوما سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد، هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفه، للحلق ست رتبت فلتعرفي: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا، والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن، والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها، صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. أحكام الميم والنون المشددتين: وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. أحكام الميم الساكنة: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، لا ألف لينة لذي الحجاء، أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوي للقراء، والثاني إدغام بمثلها أتى، وسم إدغاما صغيرا يا فتى، والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. أحكام لام ال ولام الفعل: للام ال حالان قبل الأحرف، أولاهما إظهارها فلتعرفي، قبل أربع مع عشرة خذ علمه، قبل أربع مع عشرة خذ علمه، من ابغي حجك وخف عقيمه. ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي، طبع ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم، طبع ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم،
دع سوء ظن زر شريفا للكرم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم، واللام لولا سمها قمرية، واللام الأخرى سمها شمسية، وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى. في المثلين والمتقاربين والمتجانسين، إن في الصفات والمخارج اتفق، حرفان فالمثلان فيهما أحق، وإن يكونا مخرجا تقاربا، وفي الصفات اختلفا يلقبا، متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حقق. بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. أقسام المد: والمد أصلي وفرعي له، وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا، حروفه ثلاثة فعيها باللفظ واي وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم، شرط وفتح قبل ألف يلتزم، واللين منها الياء وواو سكنا، إن انفتاح قبل كل أعلنا. أحكام المد: للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم، فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل، كل بكلمة وهذا المنفصل. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين، أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا. ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. أقسام المد اللازم: أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معه، كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، أو في ثلاثي الحروف وجدا، والمد وسطه فحرفي بدا، كلاهما مثقل إن أدغما، مخفف كل إذا لم يدغما. واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان انحصر، يجمعها حروف كم عسى النقص، وعين ذو وجهين والطول أخص، وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف. ف
تمده مدا طبيعيا ألف، تمده مدا طبيعيا ألف. وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر، ويجمع الفواتح الأربع عشر. صله سحيرا من قطع كذا اشتهر. خاتمة التحفة. وتم ذا النظو بحمد الله على تمامه بلا تناهي. أبياته ند بدا لذنها، تاريخها بشرى لمن يتقنها. ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا، والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي.